حرب باردة تشنها السلطات الحكومية ضد سكان مناطق حزام بغداد، لا سيما في ناحية اللطيفية التي تغذي بغداد وغيرها من المحافظات بالتمور والحمضيات وغيرها من المحاصيل. يعني تقدر تقول 70 أو 80% من الشباب كلها قاعدة على طالة بطالة، يعني جاء كوبيهم يروح يعني يوصل بغداد أو باقي المحافظات حتى يحصل له على فرصة عمل، عايف أهله وعايف بيته مدة أسبوع أو 10 أيام حتى في سبيل العيش. تتعمد الجهات الحكومية التضييق على المزارعين في اللطيفية، فتمنع دخول الأسمدة الكيماوية وبعض المواد الأولية للزراعة، ناهيك عن مخاوف الفلاحين من تجريف البساتين وتحويلها إلى أراض استثمارية بعد انتزاعها من أصحابها. يطلعون الناس من بيوتهم ويسوي لهم مجمعات، هذا من يوافق هذا؟ يروح للموت ولا يسوي هالشكل؟ يموت جوا التراب ينام ولا يسوي هالشكل، يروح للمجمعات. شنو المجمعات هسه؟ ليش لقيت هالمجمعات؟ والله الزراعه هي منتهيه اوتوماتيكيا، لان هسه الفلاح مستهدف. كيماوي غالي نشتريه بالدولار، وزنه الكيماوي هسه 130 الف الدار. يعني شو تريد الذبل الزراعي؟ ما يمشي، ما يصير الزرع اذا مو كيماوي موجود. صورة أخرى من صور الحرب الباردة تتمثل في الإهمال المتعمد للطيفية التي تعاني من انعدام شبه تام لأدنى الخدمات كالكهرباء ومياه الشرب والتبليط والمدارس الحديثة، ناهيك عن الاعتقالات التعسفية ومحاولات التغيير الديموغرافي. يعني الكهرباء بصورة يعني حقيقية تعبانة فد نوب، إذا تجي لها باليوم ساعة والساعة ما مستمرة، يعني على شنو هذا الانطفاء؟ وثاني شيء خدمات باللطيفيه كلش تعبانه، يعني احنا مو بس نحكي على واقع المركز او القرى، اطلعوا للارياف وشوفوا، يعني لا المركز شغلته زينه والارياف كذلك كلها تعبانه، على شنو اللطيفيه ما يقدموا لها خدمات؟ وتبقى حكومة بغداد منذ الغزو الأمريكي تنفذ أجندات إيرانية تسعى إلى تغيير الخريطة السكانية للعراق بما يتماشى مع أهداف طهران التوسعية ومخططاتها في نهب خيرات العراق.